مساء الخير، اهلا بيكم وحلقه جديده في اول 2018. كل سنه واحنا طيبين يا رب، السنه دي تبقى سنه كويسه علينا يا رب، جمالك دايما عندنا. 2018 بقى الجديد في جمالك، عيادات نبط هتبقى معانا في 2018 كلها. 2018 انا كده خلاص لبستهم، يعني 2018 كلها على طول هيقدموا لنا الجديد، هيقدموا لنا احسن تقنيات، احسن اجهزه، كل ما هو جديد في عالم الجمال، سواء البشرة أو الشعر أو تنسيق القوام. ما تنسوش إحنا يعني قدامنا لحد يوم الخميس، بزقكم كلكم عشان تلحقوا العروض بتاعة عيادات نبط 50% يا جماعة، خصومات تصل إلى 50%. عندنا جلسة تأشير معها بلازما سواء للشعر أو للوش. عندنا كمان عندنا حاجات كتيرة قوي يعني، بس أنا عايزاكم أفكركم بس بالصفحة بتاعتنا، صفحة نبط، عيادات نبط على الفيسبوك. تبعتوا لنا دايما الأسئلة بتاعتكم واحنا على الهواء، اهي الصفحة، تبعتوا لنا على الهواء هنجاوبكم على كل الأسئلة. ما تنسوش لحد يوم الخميس الجاي، الحقوا بقى بسرعة قبل الخميس ما يجي. مش عارفة بعد الخميس انا حدوث اعمل ايه، مش عارفة، بس اكيد هقعد اتفاوض عشان ناخد خصومات تانية. يعني حلقتنا النهاردة خصصناها علشان نتكلم عن المشاكل اللي بتحصل لنا سواء لما بنهمل بشرتنا او شعرنا او بعد يعني ما بنروح نتعالج، ازاي نحافظ على جمال البشره او جمال الشعر بعد ما نبتدي العلاج. ضيفتي النهارده دكتوره شيرين سيد احمد، اخصائي جلديه والليزر بعيادات نبط. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. وصوتي طيبه. حضرتك طيبه. يا رب السنه دي تبقى حلوه. يا رب ان شاء الله. يعني ان شاء الله هتبقى حلوه. اكيد ان شاء الله. اكيد بقى اتفرجتي على كل الخبراء الابراج وهم بيقولوا السنه دي التوقعات وبتاع وكده، بتهيألي اول 3 شهور هيبقوا حلوين على كل الناس. يا رب باذن الله. دكتوره شيرين، عايزه اقول لك كتير قوي من الناس بيخافوا ان هم يروحوا يعالجوا اي حاجه في وشهم، فيبتدوا يهملوا الموضوع، وبعدين بعد ما يبتدوا يروحوا ويبتدوا العلاج تلاقيهم فجاه نفسيتهم اتغيرت ويقولوا احنا ليه ما عملناش كده من زمان. يعني مثلا لو خدنا مشكله، اول مشكله هي مشكله حب الشباب. حب الشباب ناس كتير قوي بتهمله، هم ليه بيهملوه؟ وهل من اي مرحله بالظبط؟ يعني عايزين نوعي ناس وهي بتتفرج علينا كده، من اي مرحله انا ابتدي لا ده انا عندي مشكله ومشكله هتتطور، لازم انزل اروح للدكتور. طبعا احسن دكاتره عيادات نبض، يعني انا بقول نروح لعيادات نبض ونشوف نعالجها ازاي. تمام. معظم الناس اللي بيظهر لها حب الشباب بيبتدي بحبايه او اتنين بس، بيقولوا لا خلاص دي هتروح لوحدها، هيبتدي بقى الناس تستخدم تركيبات كريمات من نفسهم في صيدليه، حد بينصحوا بعض، حد استخدم ده بقى كويس، يبتدي يعمل بقى وصفات طبيعيه من على النت، فالموضوع بيزيد، ما بقى ده بدل يبقى حبايه او اتنين الموضوع بيزيد اكتر في فتره قليله. لكن لو احنا فعلا بدانا العلاج الصح من البدايه ومنعنا المشكله دي ان هي تظهر من الاول، مش هيسيب اي اثر، مش بس هيبقى يزيد حب الشباب او الحبوب هتزيد، لا ده كمان هتسيب اثر ليا، سواء بقع او ندبات او حفر او احمرار. لما يعني بصي مثلا في الصوره دي تلاقي ان سابها لحد ما بقت عامله حفر وزاد الموضوع، لكن من جلسه او اتنين بيلينج، كيميكال بيلينج، تقشير كيميائي، ممكن يحسن الدنيا جدا. كده انت عملتي كيميكال بيلينج، تقشير كيميائي، تقشير كيميائي. ودلوقتي كمان ما بنستخدمش ماده واحده، ممكن نستخدم اكتر من ماده ونستخدم اكتر من كوت في نفس الماده في نفس السيشن يعني. فبيدي نتيجه حلوه جدا، وبيبقى نفسيا لما يتحسن بيشيل جزء فاكتور من عوامل زياده الحب الشباب، يبتدي الاسترس يقل فيتحسن معايا اكتر. يعني بعد كام جلسه بتبقى يعني الموضوع بيرجع كان بشرته طبيعيه خالص؟ بصي احنا ما نقدرش نقول يا راني برضو الموضوع عايز سيشن، هو عايزين من يعني مبدئيا متوسط 4 لـ6 جلسات مختلفه من حد للتاني، مختلفه حسب نوع الحبوب ودرجتها، وحسب هي سايبه سايد افكت او سايبه عرض جانبي زي تصبغات وحفر ولا لا مش سايبه. والموضوع احنا في كل ما كان بدري، كل ما بدانا ان احنا نعالج بدري كل ما كان النتيجه كانت احسن. طب قولي لي اول ما بيجي لك العيان ازاي انت بتشخصي العيان ده وبتقولي لا ده محتاج كذا وكذا، وهل العلاج يعني بيختلف من واحده للتانيه او من راجل لاخر؟ طبعا يعني في معظم الناس واحنا قاعدين في العياده مثلا تدخل واحده واختها او واحده ومامتها، ببص على مامتها الاقي في حفر حب الشباب او في مثلا حبوب صغيره، او هي واختها نفس القصه، ساعتها انا على طول حتى لو البنوته ما عندهاش غير حبيتين صغننين ببتدي اعالج من البدايه على طول، واقول لها ان انا هبتدي تريتمنت ميديكيشنز، ببتدي اخد علاج موضعي وعلاجات بالفم، ما بستناش، لان لو استنيت
هيبقى على طول يسيب لي حفر. هنا انت ابتديتي علاج بالفم ولا هنا انت عملتي فراكشنال ليزر ولا هنا عملتي ايه؟ لا دي كانت لا يعني حاله زي كده ممكن نشتغلها فراكشنال سي او 2 ليزر علشان عندها حفر. ممكن احقن بعد الفراكشنال سي او 2 ليزر بلازما عشان تضيع الاحمرار وتضيع ده وبيبقى وريتش انجروس فاكتورز يعني فيه عوامل نمو فتحسن لي جدا الاثر. يمكن الصوره هنا مش واضحه قوي بس طبعا كان في اثر حبل شباب وهي لعبه فيها كتير. وبدانا نعمل برده جلسات كيميكال بيلينج تقشير وعملنا برده بلازما وحقن فيتامينز عشان تضيع الاحمرار ده. دي برضو حالة تانية دي نفس الحالة اللي فاتت اشتغلناها اتكلمنا عنها وقلنا ان دي بنعمل بيلينج ودي برضو كانت حبوب صغيرة. شوفي قد ايه بقى لما بتبقى بنوتة صغيرة بتفرق معاها في وشها جدا 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 ونفسيا كمان هي بتتحسن كل ما يعني كل ما عملت سيشن وبان الافكت من اول مرة كل ما كان نفسيا اتحسن. يعني كل الطرق اللي اتكلمتي عنها دي من بعد كام جلسة انت بتقولي لا خلاص النتيجة ابتدت تظهر وخلاص؟ هي من اول جلسة من اول جلسة كيميكال بيلينج او فراكشنال سي او 2 ليزر بتبان فرق طبعا من طب اول. طب والكيميكال بيلينج بعد كام جلسه يبقى خلاص الايفكت بان وخلاص مفيش اي اثر لحد؟ بنقول من 4 لـ 6 في المتوسط يعني. لو الحاله شديده شويه، لو الحاله بسيطه بيبقى 4 جلسات. والفراكشنال سي او 2 برده نفس الرينج تقريبا من 4 لـ 6. من 4 لـ 6 مره كل ومن 4 لـ 6 ده يعني يساوي كام؟ شهر ونص ولا يساوي؟ الفراكشنال سي او 2 ليزر بيبقى مره كل 3 أسابيع شهر، لكن الكيميكال بيلينج التقشير الكيميائي ممكن مره كل اسبوعين. يعني كل اسبوعين بنعمل سيشن ونشوف الاخبار ايه معايا. طيب ليه بقى يعني كتير من الشباب بقوا بيعانوا من تجاعيد في الوش؟ يعني ما بقتش مربوطه بسن، لا دي مربوطه معرفش بقى يعني سهر بقى كافيين كتير عادات غلط في الاكل وشرب مش عارفه. بس ليه كتير قوي منهم بقى يظهر عندهم التجاعيد دي؟ وبعدين طب في السن الصغير ده يبتدوا يعملوا ايه علشان ما تطلع لهمش او ما تبقاش ديب فيضطروا ان هم يعني يتجهوا لحاجات فيها تجميل؟ يعني التجاعيد الكتير زي ما حضرتك قلتي، ليه انا عملت دايت قوي في فتره قليله فخسيت كتير استرس وبتعرض، ودلوقتي بقى التجاعيد مش ليها فئه معين، من سن العشرينات الثلاثينات بنلاقيها نتيجه الاسترس، الامتحانات، الضغط، الاكل اللي مش صحي، الجانك فود، ابتدي بنزل في الشمس، بتعرض لفترات طويله من غير سان بلوك او سان سكرين كويس. فساعتها انا ببدا اخد اول حاجه كريمات مرطبه كويسه للبشره حسب نوع بشرتي، غسول مرطب، ببتدي احط كريمات نضاره بالليل. دي اماكن بقى اللي بتظهر فيها التجاعيد؟ دي اماكن التجاعيد. والفرق بين الصوره موضحه الفرق بين البوتوكس والفيلر. البوتوكس طبعا لتجاعيد الجبهه حول العين، ال 111، الضحكه، لكن الفيلر بيبتدي فوق. ممكن نعمل دلوقتي ري شيبنج للفيلر بالحاجب، ننزل تحت نملى الخدود، التير ترف اول حاجه بتظهر لنا مع الارهاق اللي هو التجويف حول العين، ده اللي بنملاه بالفيلر. ممكن كمان خط الابتسامه النيزوليبيال او الماريونيت لاينز، دي برده بنحقن فيها الفيلر. البوتوكس بقى الاماكن بتاعته واضحه، لو حد عندها جامي سمايل او حاجه برده بصلحها بالبوتوكس، لو عندها سموكرز لاين او الخطوط اللي حوالي الفم برده بحقنها بالبوتوكس. دي بتبين يعني فرق، وبتختلف طبعا الحقن حسب سن المريضه وحسب شده الترهل. لو حد بقى حسب سن المريضه ده يعني لو طبعًا. المريضه صغيره بتحقن لها كميه معينه ولا مكان معين؟ لا اقل، لو بنوته صغيره ولسه في البدايه بنحقن اقل كميه، اقل من الفيلر او اللي انا محتاجاه. لو واحده مثلا سنها كبير شويه وسابت اهملت في نفسها، ساعتها بنعمل خيوط ثريدز او احتاج هايفو مثلا على كذا سيشن علشان تلاقي التحسن المطلوب. والخيوط مش مؤلمه، معظم الناس تيجي تقول لنا يا دكتور ده الخيوط دي بروسيجر صعب، في اقل من ربع ساعه بتبقى مغيره يعني شده الوش وشده الترهل. حاجه اسمها لانش تايم فيس ليفت، انا برفع الوش وبحسنه في فتره اللانش تايم. لانش تايم فيس ليفت يعني فيس ليفت. ايوه يعني انا مجرد ما ابقى انا كده يعني عندي بريك بتاعي في الشغل انزل اروح. طبعا هو عيادات نبض بقت موجوده في كل الاماكن دلوقتي، في الشيخ زايد الفرع الجديد الف مبروك، في المهندسين، في مدينه نصر، مصر الجديدة، طنطا، يعني الشيخ زايد طبعا ده الطفرة الجديدة، الحدث بتاعنا دلوقتي، لأن كلنا بنبقى مش عايزين نعدي المحور ولا عايزين نسوق. دي المفاجأة بتاعت 2018، يا رب يبقى تحت كل بيت والله عيادات. وبقى كمان في فرع المهندسين اللي هو الفرع بتاعنا يعني بقى في مواعيد الصبح كمان، الحد اللي عايز ينزل بدري عايز يعمل حاجة سيشن قبل ما يعني في فتره صغيره يعمل اللي هو عايزه طبعا. وبالعروض فرع المهندسين بقى في مواعيد بدري؟ مواعيد بدري يعني ايه؟ 8 الصبح من 11 مثلا؟ من 11 بقى يعني من الساعه 11 الصبح واحنا موجودين عشان نرضي كل الناس. كده على فكره احنا نسينا فرع اسكندريه كمان، ده فرع اسكندريه ده بتوع اسكندريه يذبحونا يعني
ده انت عارفه كمان الستات الاسكندرانيات بتحب قوي تهتم بنفسها يعني. طيب امتى بتقولي انا دلوقتي لا انا هعمل بوتوكس، وامتى بتقولي لا مش هينفع بوتوكس انا لازم اعمل فيلر؟ البوتوكس ليه اماكن معينه، يعني البوتوكس دايما فوق اللي هي الفرونتال، خط الجبهه اللي بالعرض، وخطوط زي ما قلنا التكشيره، الكراوس فيت او حتى لو بقت ديب ما بتستعملهاش. لو بقت ديب انا ببتدي اصلح بالبوتوكس الاول، لان هو مين العضله دي اريحها بالبوتوكس. بعد كده لو في بواقي مثلا خطوط تجاعيد باقيه بتحولت لستاتيك او خطوط ثابته، ساعتها ببتدي احقن فيها فيلر او اشتغل بحاجه، لو حول العين مثلا اشتغل بحاجه زي بلازما جيت. اوكي ساعتها بتبتدي تحسن وتدي نضاره كويسه قوي. لكن دايما في المناطق بتاعت البوتوكس فوق ببتدي اشتغل بالبوتوكس الاول واشوف الافكت اخباره ايه، لكن لو هي متاخره بتتصلح بالفيلر. بالفيلر. طيب احنا عملنا بوتوكس وعملنا فيلر وخلصنا وخرجت بقى شكلي زي القمر وخلاص، ايه المراحل اللي بعد العلاج؟ انا ازاي احافظ على شكلي ده بحيث ان انا لما اجي لك المره الجايه اجي لك بعد 6 شهور او 8 شهور بدل 4 شهور؟ تمام. اول حاجه بعمل كل شهرين او كل مثلا شهر ونص جلسه بلازما، وفيها ميزو فيتامينز، فيها هيلورونيك اسيد، كولاجين، فيها فيتامين سي، كل دي بتدي نضاره كمضادات اكسده. زي بالظبط انا بحافظ على بشرتي بجلسه كل فتره، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا استخدم سان سكرين طول ما انا متعرضه للشمس او الحراره، يعني في ناس بتنسى تحطه قبل ما تدخل المطبخ او حاجه، ودي برده من عامل. ما نمشي بالميك اب فترات طويله، في ناس بتنسى وتنام بالميك اب، وده بيسرع من ظهور التجاعيد السطحيه للبشره. الميك اب حاجه مهمه جدا عشان البنات الصغيره اللي بترجع بتبقى يعني عادي جدا ان انا انام بالميك اب، ما تهمليش ابدا 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 في وشك. بالظبط. وابتدي استخدم بالذات احنا في فتره الشتاء دلوقتي بتعرض لجفاف البشره، مهم قوي استخدم المرطب المناسب حسب نوع بشرتي. لو انا بشرتي دهنيه بيبقى ليها مرطب معين، لو انا بشرتي جافه بيبقى ليها مرطب معين، كل بشره ليها مرطب. ولو انا في عندي مشكله من البدايه، لو عندي بدايه تصبغات ابتدي استخدم كريم نضاره ليلي فيه ماده كوجيك اسيد او اربيتين، تبتدي تحسني البشره وتضيع التصبغات. لو عندي بدايه تجاعيد سطحيه يبقى ابتدي اعمل جلسه فراكشنال سي او 2 ليزر كل فتره، يحسن لي جدا التجاعيد السطحيه بتاعت البشره. واحط بالليل كريم نضاره يحتوي على ريتينويدز او كولاجين برده عشان يحافظ. يعني النايت اند داي كريمز دي حاجه مهمه جدا، عشان طبعًا في ناس ما بتستعملهاش. لا مهمه جدا، وبالذات النايت كريم مهم قوي، وبختاره حسب نوع بشرتي. ما ينفعش ابقى انا بشرتي دهنيه مثلا اروح احط كريم دهني او فيه نسبه دهون عاليه، لا كل بشره ليها كريم معين. طبعا ده بيتحدد حسب ما الدكتور بيحدد نوع البشره. طيب انا بفكركم تاني، احنا لحد يوم الخميس عندنا عروض، الحقوا العروض، خصومات تصل الى 50%. بفكركم بفرع الشيخ زايد، بفكركم بصفحتنا على الفيسبوك عشان تبعتوا لنا الاسئله هنجاوب عليها على الهواء دلوقتي. احنا هنطلع لفاصل ونرجع، استنونا. لسه مكملين حلقتنا، بفكركم بعروض عيادات نبط يا جماعة لحد يوم الخميس، الحقوا الخصومات تصل إلى 50%، فرع الشيخ زايد بقى قريب. وبفكركم لما تعملوا جلسة تقشير بتاخدوا واحد بلازما فري، يا إما في الشعر يا إما في الوش، يعني حقيقة يعني آخر دلع. أيوة. نبط مدلعنا آخر دلع في 2018 ده لحد يوم الخميس. شوفي بقى من بعد يوم الخميس هتعملوا ايه، هتتصرفي. هنوقف شويه، هنعمل عروض تاني، هنوقف شويه ونعمل عروض تاني. احنا كنا بنتكلم على التجاعيد، ووقفنا على البوتوكس والفيلر وازاي بعد ما بعملهم انا بحافظ عليهم. طيب في ناس اصلا ما كانش عندها الثقافه دي واهملت الموضوع يا دكتور، وبعدين وصلت لسن ان هي بقت خلاص بقى عندها تهدد. تمام. فازاي هي تقدر بقى يعني تعالج اللي هي ما قدرتش تلحقه؟ بنعالجه برضو بس بياخد وقت شوية معانا وصبر. وممكن لو هي التهدل ده اتلحق من البداية بنعمل جلسة واحدة أو مرتين خيوط بس، وممكن الخيوط أصلا الإفكت من مرة واحدة الدنيا تبقى تمام. الخيوط threads. والخيوط دي بتقعد معايا قد إيه؟ بتقعد معانا من سنة ونص لسنتين، وفي أنواع بتقعد أكتر من كده كمان. معنى كده إن الخيوط لو انا حافظت عليها تقعد معايا سنتين. بالظبط. انا ازاي اقدر احافظ على الخيوط؟ وعايزاكي تقولي لي هل نوع الخيوط اللي بنستخدمها هنا زي نوع الخيوط اللي بنستخدمها هنا؟ لا، هي في انواع خيوط كتير. النوع اللي احنا بنستخدمه عندنا في المركز ده من يعني احدث الانواع، الخيط 3D، يعني عباره فيه هوكس او فيه كوجز او خطافات من كل الاتجاهات، فده بيساعد على تثبيت فتره اطول ورفع وشد الجلد يعني اقوى من اي خيوط تاني. ليها طبعا فوق بيبقى اطوال مختلفه
مختلفة يعني هنا. انت عملتي، انا شايفة المنطقة بتاعت العينين دي رفعت، دي رفعنا بالخيوط برضو، في خيوط معينة بندخل من الجبهة وبنشد بيها الحاجب، تحت برضو ناحية اللي هي البري جاو السالكس دي او التجاعيد اللي حول الفم برضو شديناها بخيوط. وطبعا البيشنت لازم تبقى برضو كوبريتيف او متعاونة معانا ان احنا تحط الكريمات بتاعتها باستمرار، يعني اوكي شدينا والجلد كان كويس، لازم هي تحسن بقى التكتشر او ملمس الجلد دوت بالحاجات اللي احنا قلنا عليها، الكريمات اللي هي اللي بتاعت بالليل وبتاعت الصبح وجلسات البلازما من الحاجات الكويسة جدا اللي بتحافظ على نضارة البشرة. لا 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 انت بتهزري، ده دي يعني كان تهدل شديد، هنا عملتيها واحدة تانية، كان تهدل شديد ومجرد ما شدينا بان الافكت على طول، ويعني حالة زي كده برضه بتشد على طول الافكت بيبان في ساعتها. دي بقى برضو في ناس كتير ما بتاخدش بالها منها بس لما بتتعمل بتبقى حلوة جدا. دي ايه دي؟ دبل تشن؟ لا دي البلاتيزما اللي هي عضلة الرقبة، في بعض الناس اللي لما بيخسوا قوي بتبان وبيبقى شكلها مش ظريف، بنحقنها بوتوكس في مرة واحدة. بوتوكس طبعا دي سنها مش كبير قوي، عندها شويه تهدل بسيط في البشره، بنبتدي نشتغل بالهايفو. تمام، الهايفو بيحسن جدا وبيساعد على تحفيز الكولاجين وبيبتدي الافكت بتاعه يبان من شهر يعني من شهر لثلاث شهور. الهايفو ده جهاز يا جماعه، ودي هنعرض دلوقتي صوره بتاعت الجهاز. هو دي الاماكن اللي احنا بنشتغل عليها في الوجه والرقبه، وشدت جدا على الجو لاين لما مشيت بالجهاز على الفك، فبدات يتحدد الفك معايا جدا وبان طبعا الافكت على طول، بيبان في ساعتها جزء وبيبان الباقي خلال شهر لثلاث شهور. احدث اجهزه زي ما قلت واحسن تقنيات واحسن دكاتره هم في عيادات نبض. تعالي بقى نسيب بقى حته التجاعيد دي وتعالي ندخل على النضاره. ستات كتير قوي سواء بقى شغل كتير، عدم كفايه في النوم، عدم اكل صحي، بتختفي منهم النضاره، وخصوصا بقى طبعا لما بتبقى عندها بيبيز ولسه بترضع ما بتنامش بالليل، النضاره كلها بتختفي، وخصوصا فصل الشتاء السخيف اللي احنا فيه ده. ازاي انا اقدر ارجع النضارة دي بتاعت وشي حتى واحنا في فصل الشتاء؟ وكمان هل بتختلف من حالة للتانية؟ انت تقدري تستعملي هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه، ولا هي النضارة بترجع بحاجة واحدة لكل الناس؟ لا طبعا، هي نضارة. يعني ايه نضارة؟ يعني انا بشرتي فقدت جمالها حسب سني وحسب شكلي وحسب في تجاعيد ولا نضارة، يعني في تصبغات، يعني في تجاعيد في البشرة، يعني بدأ يبقى فيه وسام واسعة وبوز او رؤوس سودة ورؤوس بيضة، بدأت يبقى فيها مشكلة ظهرت ما كانتش عندي، دي معناها ان هي فقدت النضارة بتاعتها او بشرتي فقدت نضارتها. فابتدي بقى احط الكريمات زي ما احنا قلنا، ونبتدي نحط الصن سكرين بتاعي، ابتدي اعمل جلسات البلازما، يعني بعالج كل حد حسب المشكله الموجوده علشان نضارتها ترجع. يعني انا بحاول ادي احلى شكل حسب سنها، يعني انا سني 30 او سني 40 ببتدي ادي لي احلى شكل في السن. يعني علاج ال 30 غير علاج ال 40 غير طبعا. الله ايه ده؟ ده الفرق بقى ما بين بشرة البيبي وبشرة حد أكبر شوية، زي ما قلنا مفيش تجاعيد سطحية يبقى عشان بشرتي ترجع نضرة تاني، مفيش تصبغات، مفيش لوس اوف كولاجين، يعني مع العمر الكولاجين بتاع البشرة بيقل فيبتدي يدي زي أماكن فاضية برجع عاملاها بالفيلر. المسام الواسعة رجعت تاني قفلناها. المسام الواسعة دي بقى من أهم المشكلات اللي بتقابل حتى بنات السن الصغير كتير، وما بيبقوش عارفين هي ليه، هل دي طبيعة بشرة ولا يعني. طب أنا عايز أقولك حاجة، أنا بتجيلي فترات ألاقي مسام بتاعت الوجه بتاعتي فتحت وفترات تانية الاقيها مش موجودة. بالظبط. ليه بيحصل؟ حسب الميك اب اللي انا بحطه كتير ولا لا، او بصفه يوميه، حسب انا اكلي الدايت بتاعي، طبيعه اكلي ما بقاش فيه فيتامينز معينه البشره محتاجاها، انا ما باخدهاش في الغذاء بتاعي، عملت دايت وبقيت احنا كلنا طبعا بنخس ونزيد رينج 3 4 كيلو، ده بيأثر الافكت علينا. فابتدي انا بقى اعمل حاجه، في تقنيه جديده حلوه جدا اسمها مايكرو نيدلينج، او مش جديده عندي بقى لها فتره طويله. مايكرو نيدلينج يعني ايه؟ دي حاجه ابر صغيره خالص، جهاز صغير بيبقى اخره سنون، وابتدي اشتغل وبحطه بيشتغل، بحط معاه برضو الهيلورونيك او ميزو فيتامينز بتاعي او اشتغله بالبلازما، بيبتدي بقى يقفلي المسام خالص ويحفز الكولاجين، تقفل المسام عن طريق تكوين كولاجين جديد. هل ممكن استعمل كريم غلط هو ده اللي يفتح لي مسام وشي؟ طبعا ممكن استخدم كريم تقيل شويه على البشره يبتدي يزود او تحفيز للخلايا الدهنيه بتاعتي فتفرز دهون ازيد فتفتح المسام اكتر معايا. طيب نروح بقى لمشاكل الشعر. طبعا يعني مشكله تساقط الشعر وهيشان الشعر
مشكلة كبيرة عند البنات. طبعا يعني انت عارفة تاج المرأة شعرها، يعني خارجة راحة الكلية لازم يبقى شعرها حلو، وخارجة سهرانة مع جوزها لازم يبقى شكلها حلو طبعاً. يعني انت فاهمة طبعا يعني والراجل برضو طبعا يعني الناس اللي من الرجالة عندها صلع دي بيفرق جدا في شكل السن طبعا. انتي سن اكبر، ازاي نقدر نتغلب على مشكلة سقوط الشعر؟ تمام. تساقط الشعر ليه اشكال كتير قوي. اولا هل هو تساقط عام نتيجه الحمل والرضاعه والستريس والامتحانات؟ ده حاجه اسمها تلاجين افلوفيوم، ببتدي اخد لها علاجات وبعمل لها جلسات برضو بتروح على طول. هل هو صلع وراثي وفي عامل وراثي في العيله ولا لا؟ فابتدي اخد لها العلاج، ده بيختلف شكله من الرجل لسيده. لو الرجل بيبقى الجانبين راجعين اكتر، سيده تبقى غالبا الافكت في النص او المفرق الشعر وسع معايا اكتر. هل هو في اماكن محدده في فروه الراس هي اللي ضايعه؟ ده طبعا الفرق بين ده في الصلع الوراثي في الرجل. اوكي ده تحت في السيده، فوق الرجل وتحت السيده، بيبقى غالبا الفيرتكس او المنطقه الراس نفسها هي المنتصف، يعني هي اللي ناقص منها، لكن الرجل بيبتدي على الجانبين. بحس ده الفرق بقى يا حرام، بحس بقى ان فرق الشعر نفسه وسع معايا. بدين شكل كريسمس تري او اسمها كريسمس تري باترن، دي في او الصلع الراسي لدى السيدات. طبعا اللي على اليمين دي جلسات بلازما مع ميزو فيتامينز. ببتدي اول ما ابتدي احس ان شعري التساقط بتاعي زاد، كلنا شعرنا بيقع يوميا، بس فاضل من رينج 100 150 شعرايه في اليوم، انا مش هقدر اعدهم، فلكن هحس مع الفرشه او مع التسريح الشعر زاد شويه عن المعدل الطبيعي بتاعي، بدات الاقي شعر يمين شمال. فبعمل تقنيه البلازما دي زي ما موجود في الصوره، لو بسحب عينه من الدم وبحطها في جهاز الطرد المركزي اللي هو الالترا سنترفيوج، وابتدي اخد افصل البلازما عن الصفائح الدمويه عن كرات الدم الحمراء، واخد البلازما اعمل لها اكتيفيشن واحقنها في البصيلات، فدي بتحفز البصيلات وبتدي تسرع ظهور الشعر بسرعه وترجع لي تاني. بس طبعا الشعر بياخد وقت، مفيش حد يقول. طب انا اول ما اجيلك انا عايزه اعرف انا ايه خطوات العلاج بتاعتي لو انا راجل. هتبتدي تعملي تحاليل الاول طبعا لازم. ولو انا ست برضه هتعملي لي تحاليل طبعًا. عشان تقدري تعرفي اذا كان ده صلع فعلا ولا ده حاجه تانية. بالظبط، بعمل اول تحاليل، بشوف بعمل اكزامينيشن للشعر كله، بشوف البصيلات في جهاز اسمه الدرموسكوب او منظار الشعر، برضه بحدد نوع التساقط اللي عندي ده ايه. ببتدي اخد فيتامينز لو في نقص مثلا، باخد فيتامينز حسب النقص اللي عندي. واهم اثنين فيتامينز انا محتاجاهم لاي تساقط شعر هو فيتامينز الحديد والزنك، دول اكتر اثنين بيديني هيشان، بيأثر على هيشان وتقصف الشعر وبيأثر على سقوط الشعر. تاني حاجه ببتدي اعمل جلسات بلازما، ممكن اعمل جلسات ميزو فيتامينز، ممكن اعمل جلسات ستيم سيل او خلايا جذعيه. كل دي بتحفز جلسات الخلايا الجذعيه دي فعلا مؤثره؟ طبعا بيبان، بس هو ده زي ما قلنا دوره الشعرايه لوحدها بتاخد من 3 ل 6 شهور، فلازم اصبر يعني شويه. يعني كده كده مش هقدر الاقي نتيجه قبل 6 شهور، يعني الشعر بالذات ما بتبقاش نتيجه وقتيه. بالظبط، وده عليه عرض. كل حاجة عليها عرض. طيب نروح بقى من الزراعة للإزالة. مشكلة الشعر الزائد عند البنات طبعا مشكلة مؤرقة جدا، وانت عارفة طبعا مشاكلها وخصوصا عند الوجه، لأن في بنات بيبقى شعرهم غامق فبيسود أو بيسمر المنطقة دي، بتضطر أنها تستخدم يعني حاجات ممكن تعملها مشاكل في بشرتها على فكرة. طبعا طبعا، سواء الحاجات التقليدية يعني مشكلة فعلا صعبة جدا يعني، وحلها سهل جدا. حلها سهل؟ طبعا، يعني بس الأول أنا بحدد يعني لحد هنا بيبقى فيه شعر هنا وبيبقى غامق. أنا بحدد يعني زيادة الشعر الموجودة ديت مرضية ولا عامل وراثي، ببتدي أخد هيستوري كويس، باخد يعني هيستوري من العينة ده الشعر، بحدد أماكن ظهور الشعر، هل هي أماكن عادية اللي متعودة عليها ولا أماكن جديدة بدأت تظهر. ببتدي أعمل شوية تحاليل عشان أحدد أهمهم الـ FSH الـ HV. ده شعر اللي هو غالبا بيطلع للسيدات في الحتة بتاعت الدقن طبعا، والغمقان اللي بيبقى سايبه طبعا بيبقى شكله سخيف قوي، مع الجلسات الليزر إزالة الشعر بيدي تحسن على طول. بس لازم اعالج طبعا، غير جنب جلسات ازاله الشعر لازم احدد هل هي مثلا عندها تكيسات او عندها لخبطه في الهرمونات، اعمل تحاليل كامل وابتدي اعالج الهرمونات اللي ملخبطه، وفي نفس الوقت ابتدي اعمل السيشنز بتاعتي وابتدي تحسن كويس قوي. بس انا لازم احدد انا ايه المشكله اللي عندي، هل هي هيرشتزم، هل هي هايبرتركيوزز، انا بشوف ايه المشكله الموجوده حسب التحاليل اللي انا بعملها. كل منطقه ليها علاج بطريقه معينه، ولا مثلا
البيكيني لاين له طريقه معينه والوجه له طريقه معينه. هو الاجهزه كتير، اجهزه الليزر عندنا وعندنا برضو في الفروع كذا جهاز ليزر في كل الفروع حسب البشره، لو انا بشرتي فاتحه شويه ولا غامقه، حسب كثافه وسمك الشعرايه، انا بدي باور او بدي جولز معينه او قوه معينه للجهاز عشان حسب نوع الشعرايه ودرجه لون البشره اهم حاجه. يعني حسب نوع الشعرايه ودرجه لون البشره انت بتقدري تحددي ايه الجلسه اللي هتستعمليها الجهاز او نفس الجهاز ممكن كذا نوع بشره، بس بحدد الجولز او درجه الـ 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 الجولز والهيرتز او العدد النبضات اللي انا بستخدمها قد ايه، كل ما كان الشعر ازيد كل ما كان عدد اللي هي اللسعه دي البالسز بتاعت الليزر. دكتوره شيرين سيد احمد اخصائي جلديه والليزر بعيادات نبض بشكرك جدا. يا جماعه بفكركم تاني الحقوا العروض بتاعت عيادات نبض لحد يوم الخميس، بعدها هنوقف شويه عروض لان الضغط عليهم كان كتير والحقيقه الدكاتره ما كانوش يعني بيلحقوا يروحوا بيوتهم، وهنرجع تاني بعد ما انا اضغط بقى، انا يعني هضغط جامد ان احنا يعني ما نريحش كتير يعني اسبوعين ثلاثه كده ولا حاجه، ونرجع تاني نكمل عروض خصومات تصل ل 50%. ما تنسوش الاعاده بكره الساعه 11:30 الصبح. بشكركم واستنونا بكره في حلقه جديده، وكل سنه وانتم طيبين. Thank you.